السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعي قناة الواقع. اليوم راح أخذ خصم نقاط علشانكم، بس عشان الشباب نايمين فأنا بغطي أنا ومشعل، وعشان أباظة سوى فيني مقلب، مستغرب من عمي أباظة. على العموم أولا أصبح على نفسي الطاهرة العفيفة اللذيذة، على الفاشلين، لا أصبح على الجمهور، لا أصبح على الإدارة، لا أصبح على زياد ولا تركي ولا أحد، أصبح على نفسي فقط. اليوم شفنا كيف الرياليتي نازل عند الشباب، تدرون شو السبب ولا ما تدرون؟ مش عارف، تفضل معي. إيش سبب نزول الرياليتي؟ ما لا أحد يخاف ترى، مو بحق اللي يعطي مخالفات البلدية، لا لا، متسابق معنا. تعال استرح 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 استرح، خلنا نتكلم قبلها. مشعل، ما هو رأيك، ما رأيك في علي معنا شوي، ما هو رأيك في نزول رياليتي اليوم؟ شباب نايمين غيره. أنا أشوف أن الشباب تعبانين وناموا متأخر. ناموا متأخر، وش السبب اللي خلاهم يناموا متأخرين؟ والله ما أدري. شو الهوشة اللي صارت بينك وبين حمادة في السيب؟ هوشة بيني وبينه؟ أي هوشة؟ أنا شايفها. أنت شفتها؟ أصلاً من بداية البرنامج أنا شايفها. أكيد ما راح أشوفها غير. أعرف إن بينكم شيء، من بداية البرنامج أنا أدري إن بينكم شيء. ما تمشي علينا ذا الأمور. يعني والله. أنا قد جلست في برنامج واقعي لمدة 20 يوم. ها. أنا وصغيري صديقي سعيد درعان، نعم. حلو. وصرت ناقد. ما شاء الله. في 20 يوم، يعني لو كملت البرنامج ممكن أكون صاحب قناة واقع. يمكن والله. والله. يمكن أستأجر منتج من عندك. والله شيء قريب. اللي صاير مع احترامي للشباب شوي، تكفى تعال رجع رجلي، تكفى تكفى مش عارف شو رط الدريب، تكفى تكفى تكفى. اللي حصل اليوم شيء لا يمر في الحسبان. اتى تركي الدوسري بطناخته المعروفه، بتصميمه الغير مبتذل، قرار بطناخه راسه كذا يوقف. شفت كيف القوة؟ وينكم يا فوكس؟ وينكم يا فوكس عنا؟ يوم قلتوا حمادة وحمادة، خليتوا حمادة لكم محتوى. شفت كيف دار الدنيا؟ تدور الدنيا والدوائر تدور عليكم. لا عزاء لكم. ذهبتم وذهب فوكسكم ويبقى حمادة. مثل ما قلت لكم حمادة باغي ويتمدد، وها هو باقي ويتمدد. الله يستر. عندنا فيكم في الشروم الاخ ثامر العرجاني، مرحبا. السلام عليكم. هلا اخوي ثامر. وعليكم السلام. معليش لا تذب على الشباب، ها؟ اتمنى ما تسقط على اخوياك، على زملائي سعيد وفهد. اتمنى ما توط عليهم. انا ادير الحلقه، ادير المحور. اخلص.